لكل مريض المرض هو تحدي، هو تحدي المرض، هو لازم يعتبره انه حلم لحتى يقدر يمشي بحياته، يعتبره حلم رح يجي يوم ويفيق منه مثل ما صار معي انا من 8 سنين. طبعا بإرادة الله، بإذن الله وبإرادة الدكاترة ودعم اللي إلي، وخاصة الدكتور على مستشفى المفرق اللي بعتبرها بيت التاني، أنا كل الفريق الطبي أكيد، كل فريق الطبي طبعا، أنا تعديت هالمرحلة من الأحسن للأحسن. أنا مش كنت الأسوأ، كنت منيحة الحمد لله بإذن الله للأحسن. أنا طبعا كنت مصابة بمرض الكانسر درجة رابعة، إلي 7 سنين بتعالج ولحديت هلأ بتعالج والحمد لله يا رب. طيب خلينا نقول كيف الفحص اليوم؟ الفحص اليوم ممتاز، جود. الحمد لله الحمد لله يا رب.